طب نتوقف عند هذه النقطة، وبما أننا بنتكلم في القانون يعني بينضم إلينا عبر الهاتف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بك. كيف تابعت المشهد الانتخابي في مصر في انتخابات الرئاسة 2024، وكيف ترى هذه المرة؟ هو يعني لابد أن نقف ماليا عند المشهد. النهاردة اليوم الثالث، كان اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث اليوم هناك حشود كبيرة جدا غير مسبوقة. بالفعل، وهذه الحشود بمثل هذه الصورة بتؤكد أن المصريين جميعا مصرون على هدف وعلى قلب وتصميم رجل واحد، وهو حماية الدولة المصرية وحماية الأمن القومي المصري. هذا المشهد، هذه الكثافة التي شهدها جميع المراقبين وجميع مؤسسات المجتمع، جمعيات المجتمع المدني وجميع وسائل الإعلام في الداخل وفي الخارج، تؤكد أن إرادة المصريين لا تقهر، وأن إرادة المصريين هي الصخرة الصلبة القوية المتينة التي تتحطم عليها أي مؤامرة. ولقد تجلى ذلك واضحا، ومما أذهل العالم في 30 يونيو عندما كنا أمام ثورة شعبية حقيقية بكل معايير وتقييم الثورات الشعبية النادرة في العالم في تاريخ الشعوب، عندما يخرج 33 مليون مصري في وقت واحد وفي جميع ربوع مصر، 33 وفقا لتقديرات جوجل، نعم، على قلب وإرادة رجل واحد، كلنا طلعنا مش عارفين هنرجع ولا ما نرجع، إنما يا إما ننتصر لما نريد ونحمي الدولة المصرية، يا إما خلاص ملناش لازمة نعيش بعد ذلك. نعم. فإرادة المصريين دائما، إرادة المصريين وخبرتهم السياسية وحبهم للوطن الذي يمتد إلى 7000 عام، الشعب المصري هو الذي قهر الهكسوس، الشعب المصري هو الذي قهر المغول والتتار، الشعب المصري هو الذي قهر الحملة الصليبية، الشعب المصري هو الذي أجبر نابليون في أن نكون أمام ثورتين في أقل من سنتين، نعم، ليخرج سرا من مصر رغم ما حاول أن يتظاهر في المولد النبي ومش عارف ايه، ويظهر أن هو يعني مع المصريين، إنما إرادة المصريين هي التي انتصرت. الشعب المصري، وده يدل على عبقرية وذكاء وحرص المواطن المصري على مصلحة الدولة قبل أي مصلحة أخرى، عندما أتى محمد علي سنة 1805 وكان هناك زعماء مصريين زي عمر مكرم، وكان من الممكن أن يأتوا بعمر مكرم أو آخرين من الزعماء المصريين، ولكنهم توسموا في محمد علي أنه رجل المرحلة. وبالفعل استطاع محمد علي أن يؤسس مصر في ذلك الوقت، وأن يبني جيش قوي، وأن يقضي. يعني المظهر، المشهد كان شبيها بالمشهد يوم 30 يونيو، لأن المماليك كانوا بيعيشوا في الأرض فسادا، ولم يستطع محمد علي أن يقضي على المماليك إلا في سنة 1811، نعم، ولم يستطع أن يكون جيش قوي، وحتى المدرسة الحربية وقتها بناها عملها في أسوان عشان تبقى بعيدة عن الأعين حتى يفاجأ العالم بجيش قوي. نعم، يعني مصر تقارب المشهد، ودي إرادة المصريين. ولذلك التحية، كل التحية للمواطن المصري، المواطن المصري الذي يعني بتاريخه المشرب هو الصخرة زي ما قلت التي تتحطم عليها أي محاولة وأي مؤامرات. مصر بتتعرض لمؤامرة، وكان مؤامرة ومؤامرات كبرى. مصر بتتعرض ل
لمؤامرات الجيل الرابع، حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس من الفتن والشائعات والمؤامرات. إنما الشعب المصري على استعداد، وأنا بقولها وده رهان الرئيس عبد الفتاح السيسي على المصري، أنا براهن على الشعب المصري. نعم، على وعي الشعب المصري عن حق وبعد نظر. ليه؟ لأن الشعب المصري هو زي ما قلت الصخرة، والإرادة في الشعب المصري الصخرة، وده بنلاقيه في هذه التجمعات. أنا شايف وبتابع الانتخابات وبشايف المسنين وبتعتري أجسادهم الكثير من الأمراض اللي جاي على عربية بروح، إنما ده إصرار أنه حتى آخر لحظة، وإشارة إلى أنه حتى آخر لحظة في حياته بيحمي الدولة المصرية. هو هناك أيضا تأكيد من مراسلين في كل المحافظات أن الآن هي الأسرة المصرية التي تشارك في الانتخابات، ليس فرد أو فئة بعينها. المستشار بهاء الدين أبو شوقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.